الستريس، بس الستريس هو عباره عن كالكوليتيف فاليو، لكن الستريت هي عباره عن بروبرتي بالنسبه للماتيريال نعرفه على انه حاصل قسمه اجر القوه على من؟ على المساحه. اليلد سترينث تنسايل سترينث فورس اريا اوف ات ويتش ماتيريال ييلدز بيحصل ذلك permanent information. I think the largest tensile stress a material can sustain. Shear strength معناه انه يكون معرض لايش؟ torsion، قوة قصر. The largest stress material can sustain under torsion before it yield or fractures. Compressive strength measures of the amount of compressive force per unit area that material can withstand before it falls. Stiffness اللي هو عبارة عن resistance to separation, bending or twisting. بيكون عبارة عن نظام المعدن أو المادة لهذا الخاصة. Ductility اللي هو عبارة عن ability of materials to plasticity form. اللي هو نقيسه بايش؟ the percent of elongation of ductility. بناخذ indication منها. Toughness اللي هي عبارة عن مثالة تكون مقاومة المال للكسر fractures. Ability of materials to plastically deform before fractures. Hardness اللي هو مقاومة المادة ايش؟ للخش. سكراتش اللي ممكن يحصل عندنا. ايش؟ نعم. Fatigue strength هو نفس ال tensile strength اللي عرفناه عن المادة، لكن هنا بيكون عندك دايم بيكون حمل سايكل متغير مع الزمن. Ability of materials to undergo a number of cycles load without friction. يعني لو تصورنا انه عندي شيء بيدور معلق في بوز، ايش اللي بيحصل عندي؟ الابر فايبرز هذا بيتعرض الى كومبرزيف. لما ندوره 180 درجة هيرجع في وضع التنشن. وهذه كانت تنشن يرجع كومبرزيف. هذا نسميه حمل ايش؟ متغير، كان كومبرزيف صار تنشن وهكذا بتعكس مع كل سايكل مع كل دورات. بالشيك بيحصل تغير في الحركات فنسميها بيتنج او سايكلينج. كريب ريسيستنس ability of material to resist separation while under loads over long time periods at elevated temperature. اذا هو عباره عن حصول separation استطالة في الجسم او failure في الجسم نتيجه الاحمال لفترات طويله وخاصه يكون واضح عندي لما يكون في عندي درجات حراره. Impact strength اللي هو مقام مدى الصدمة. Ability of materials to absorb sudden dynamic shocks or impact without fractures. اللي هو نقيسها عن طريق ISO or sharp test. Coefficient of frictions لما يكون عندي relative surfaces واحد بيتحرك عكس الآخر أو نسبة للآخر فيحصل عندي ايش؟ friction. Measure the amount of friction force between two surfaces. Wear coefficients measure of the amount of surface removal. نتيجة بيحصل بدل صار لو في حركة واحد against the other فراح يحصل عندي زادة لبعض المعدن. نسميه wear. Physical properties density amount of matter per volume. The coefficient of thermal expansions measure of the amount of material elongated اللي هو معامل المدى الحراري نقيسه انه كم الماده تستطيع او يحصل فيها elongations اذا تغير درجه الحراره. Melting point temperature at which a solid change to liquid specific heat اللي هو عباره عن amount of heat required to increase the temperature of a unit mass 1 liter. نسميها الحراره النوعيه او معامله الحراره النوعيه للماتيريال له علاقه بايش؟ بمقدار التغير في او كم حيزداد في درجه الحراره 1 يونت ماس. Corrosion resistance ability of material to resist oxidation direct chemical attack on surface degradation by galvanic current. لما نعمل استقطاب بالنسبه لبعض المواد بيحصل عندي التآكل الممكن والفقد في الماده. Thermal conductivity measures of heat flow across a surface اللي هو عبارة عن انتقال بين الحرارة وطقوس الحرارة نسميه. Electrical conductivity measure of the ability to conduct electricity. إذا هذه تقريبا أهم الخصائص اللي احنا نحتاجها في اختيار المادة حرارة بس نعرفها بشكل كذا موجز وسريع. هنا بيعطينا الخاصية في هذا الجدول
وكيف ممكن يكون التصرف فن لهذه الخاصية والوحدة اللي تقاس فيها الوحدة الخاصية. السترينج ممكن تكون الماتيريال تسميها سترونج، ممكن نسميها كويك مايند. الاستيك سترينج اللي هو عبارة عن الاستيك دان كلاسيك، بيحصل تصرف الماتيريال اذا تجاوزنا حد المرونة بتنتقل الى ايش؟ البلاستيك. اللي هو الـ yield strength عندنا واحدة الـ يعني كباسكال بالنسبة للـ stresses أو KSI اللي هي الكيلو باوند سكوير إنش. stiffness flexible rigid، ممكن يكون عندي الجسم مرن أو ممكن يكون rigid، نسميه متماسك الجسم بهذه الحالة نعرفه من خلال modulus of elasticity. ductility اللي هو بيعطينا نسبة بالنسبة لعملية الساعة وعملية التنجن بالنسبة للماتيريال اللي هي بروز. فورم ايزي بمعنى التشكيل بيكون سهل الماتيريال لما يكون عندي الدكتاليتي عالية، لو كان الدكتاليتي نسبتها قليلة بيكون عندي تشكيل المادة بشكل صعب، ممكن يحصل عندي كراكنج الماتيريال لما نراهن عملية الطاقة مثلا للماتيريالز أو الكابس، هيحصل عندي كراكنج لما تكون الماتيريالز ريجيد. Hardness resist surface agitation اللي هي من خلال كرنال نمبرز او كرنال ميجرمنتس اللي هو ارقام كرنال الصلادة، وممكن يكون عندي ريكوال للصلادة. كروجر ريسيستنس ريزيرف تو كيميكالز اتاكس اور اوكسيديشن، عبارة عن الجلفاني سيريز بيقيس مدى تفاعل او الاكتيفيتي نشاط للماتيريالز. فاتيك ريسيستنس اللي هي عباره عن الانديورنس، في الفاتيك عندنا في عندي بروبرتي اخرى غير الستريك او الالتيمستريك تكون فيري سمول اقل منهم، نسميها ايش؟ حد الصمود اندورنس. هذه الخاصيه اللي دائما نحدد عمر الجزء على اساسها، لما يكون الجزء محمل بحمل اقل من الاندورنس لينكس او الاندورنس لينكس بيكون عمره مثلا 100 غير محدود، يعني من خلال الشكل الدائري للفتيك. هذا هو عبارة عن الفتيك سترينج. وهنا بنعطي السايكلز نمبر سايكلز تو فيلر، بيرسم الكاب عندي بهذا الشكل. في هذه المنطقة اللي هي تظهر عندي كذا نقطة انكسار الكاب، هذه نسميها اس اي انديورنس. لما حسبنا هنا حددنا الجيل بالنسبه للستاتيك لودنج نحددوه هنا بهذه الطريقه. ايش تحول ايش؟ ها؟ تحول مقاري ايش؟ يرجع لخط افقي او قريب من الافقي، بمعنى انه لما يكون عندي هنا العمر تقريبا 10 او 6 سايكلز، يعني من دوره يلا يشتغل. يعني بعد الدوره هذه بعد هذا لما نجي هنا الانتهاء يكون عمر الفوز انفينيتي. معلش لان ما في سايكلز محدد، تكون عمر الجزء لا نهائي مسمي. نقدرش نعمل استيميشن. اذا كان الحمل اقل من الاندورنس ليمت، اذا كان الحمل اكبر من الاندورنس ليمت معناته يكون العمر 10 6 او اقل، لذلك هذا نسميه ايش؟ نسميه فاير. وهذا نسميه انفاير. كوندكتيفيتي اللي هي لها علاقه بايش؟ قلنا بالتوصيل سواء ثيرمال كوندكتيفيتي او الكتريكال كوندكتيفيتي، وبتكون الصفه الاخرى الضعيفه اللي هي عباره عن انسليتر عوازل، لان مش موصل في الماده نسميها عازله. كريب ريسيستنس اللي هو تايم ديبندنت سفرش اللي هو يحصل عندي ايش؟ الاستطاله في الماتريال نتيجه الحمل المسلط اللي هو بيكون ستدي لود وبيحصل عندي على فترات طويله من الزمن. امباكت ريسيستنس له علاقه بيحصل شوك لودنج وبالامباكت لود. دنسيتي اللي هي الماس، وممكن يكون عندي ويت او معبر عنه من خلال ويت او الماس،
وممكن تكون عباره عن هيلثي فور لايف، وعلى اساسها قمنا بالاختراق الماتيريال ستمبرشر بروسيس اللي هي مقدار التفاوت او التغير في درجه الحراره اللي ممكن ياثر على الماتيريال من حيث السوفتن او الماس. نرجع الى ما شفنا الماتيريال كلاسيكيشنز والماتيريال بروباتيز، نرجع الان نشوف عمليه السليكشن كيف كان عندنا بالنسبه للدومين. We have five factors. اليوم عوامل يعتبر الاساس عندي او المعايير الاساسيه. طبعا بالنسبه للفلسفه في ابروتش كثيره جدا بالنسبه لاختيار الماتيريالز في كل من يعتمد على حسب الخبره وغيره، لكن بالاخير هذه هي المفاهيم العامه اللي هي مبنيه عليها في الطرق كلها في اختيار الماتيريال. اول فاكتور هو عباره عن الفيزيكال فاكتورز، و الفاكتور نمبر 2 هو عباره عن ميكانيكال فاكتورز. فيزيكال فاكتور نتكلم عن الويت بشكل اساسي بالنسبه للماتيريال. ميكانيكال فاكتور نتكلم عن الستريسز او اللودز اللي ممكن تسلط على الماتيريال، وكيف الماتيريال ممكن تقاوم هذا الحمل المسلط من خلال السترينج. بروسيسنج اند فابريكيشنز، ايش نقصد بالبروسيسنج اند فابريكيشنز؟ يعني الان انا طريقه التصنيع تكون عندي ليميتنج للماتيريالز، عندي ليست اوف ماتيريال، قائمه من المواد من الاختيارات اللي احنا نريد نحددهم علشان نروح نصنع المنتج. يعني لما نختار الماتيريالز معناته انا احدد طريقه التصنيع. وطريقه التصنيع يعني هي عامل واكويبمنتس، ويعني ايضا تولز هنستخدمها، وبالتالي يعني كلفه بالنسبه لنا للمنتج. Life of component factors. كيف probability بالنسبة لماده المنتج تكون نتيجة اختيارنا لهذه الماتيريالز. وبالتالي لازم نشوف الماتيريالز كيف تكون تصرفها خلال الاوبريشنز فور يوزنج اوف برودكت. الكوست اند افاليبيليتي. واحد من العوامل اللي ممكن نقارن بين الماتيريالز لو تساوت العوامل السابقه كلها، المجموعه من المواد اربع مواد خمس مواد، كيف نرجع المواد اللي عندنا الان؟ من خلال الكلفه ومن خلال الافاليبيليتي، من الماده اللي توصلني بشكل سهل. المصدر هي مضمون عندي، ما يحصلش عندي اني بروبلم استعمل منتج دقائق في التجهيز، وبالتالي نسميه افاليبيليتي، امكانيه الحصول على الماتيريال، مصادر الماتيريال ما تنفعش ولا ممكن تنفع في فتره محدده او يحصل فيها انترابتنج. Physical factors. The factors in this group are the size, shape, and weight of the materials needed, the space available for the components. إذن بالنسبة للphysical factors هي العلاقة قلنا بمن؟ وزن الكومبوننتس، كم الوزن اللي يفترض عندي يكون للمنتج اللي عندي أو البارس اللي نسميه منه هذا الوزن. هيكون الاساس عندي، احتاج ان الوزن يكون قليل، لان الخيار هيكون محدود عندي بان انا اروح على الباي ميتالز الويز او اروح على البليمر افضل هيكون لي بعدين سترينج. يعني الخيار اول عمليه النظر للبرودكت فانكشنز مش فقط بشكل سبيسيفيك انه ناخذ سنجل سنجل ايلمنت، لازم ننظر ايضا ايش؟ الحضور في خواص تكون ايش؟ والداخل اكثر من عامل. يعني نحتاج من الجزء يكون سترينج ويكون بنفس الوقت ايش؟ خفيف. معناته الوزن قليل والسترينج ماذا يحكمك تروح على ايش؟ على المواد اللي تبدأ سكر كومبينيشن بروبرتيز تعطيك خواص ومواصفات جيده لاكثر من خاصيه، مش فقط تكون عندي سترينج عاليه لكن بالمقابل الويت مرتفع. فنحاول دائما نعمل بالانسنج بين فاليبلز وريكوايرمنت برودكت. شيب كونسيدريشنز، ايش اللي هي مرنا في الشكل؟ بالنسبه لطريقه التصنيع هو الشكل يكون عندي مهم. هو المحدد انه لما اريد اصنع هذا الشكل ايش الطريقه اللي تناسبني؟ اروح على عمليه الاختراق او التفريز، ولا اروح على طريقه التكنولوجيا المساحيه، ولا راح على الانجكشن مولدنج لما تكلمنا عن بلايمرز وغيرها، او نروح على الميتال فورمينج بروسيس اللي هو نستعرضه ان شاء الله في موضوع اخر ان شاء الله نتكلم بشكل اوفر فيو عن طرق التصنيع المختلفه. اذا احنا محكومين الان بالشكل، معناته لازم نروح نشوف
اجد خطابات تصنيعيه واجد طرق تصنيعيه ملائمه. وقارن ايضا هنا هيكون كلفه من حيث الكلفه تكون من حيث التولز التي نستخدمها والطرق بالنسبه لعمليات التصنيع. Share consideration greatly influence selection of the method of manufacture. إذن بالنسبة للفيزيكال بروبرتيز قلنا إذا العلاقة من حيث الوزن ومن حيث طرق التصنيع بالنسبة للشيش. Mechanical factors اللي هو بالأساس قلنا إن الماتيريالز لما نختار ماتيريالز لازم تكون قادرة على تحمل أو صمود لتحمل أحمال مسقطة عليها. وهذا من العلم بروح نبدأ منه ميكانيكال انجينيرز. يقوم بالحسابات الميكانيكية المطلوبة للجزء وبالتالي اللي هو نسميه انجينيرنج ديزاين واللي ممكن يكون عامل يعني بيعرف المتخصص أيضا مش بالضرورة ميكانيكال لكن نسميه انجينيرنج ديزاين علشان نفرقوا على الأبيرانس. The ability to withstand stresses and strain is determined by these factors. Strength, ductility, modulus, elasticity modulus, or shear modulus, fatigue, strength, and creep are some mechanical properties that influence what material needs to be used. إذن هل الخواص من خلال التصميم نستطيع نحدد ايش الخواص اللي نحتاجها وبالتالي الريكوايرمنتس تكون محدده عندي وعلى اساسها راح اختار الماتيريالز. The mechanical properties are also affected by the environment to which materials are exposed. في علاقه قويه بين البروبرتي والانفايرمنت. لما نتكلم عن التمبرتشر ونرجع بالنسبه للسترينج بنشوف ان السترينج هيحصل الماتيريال تتحول لسوفت لما نرفع درجه الحراره معناته مواد المعدن ايش؟ بتقل مع رفع درجه الحراره وبالتالي لازم ناخذ الاعتبار هذا يعني مش فقط ننظر للبروبرتيز نروح نختار الماتيريالز على اساس السترينج لا نشوف ايضا ايش العين هيشتغل الوزن البرودكت وين هيشتغل في اي بيئه وبالتالي ايش هيكون تاثيره على هذه الخواص لانه ممكن البيئه تعقد من انهيار الماتيريالز. الستريس عباره عن عرفناه قبل شويه اللي هو عباره عن امتداد الستريس هو عباره عن لود بيرمنت اريا واللي هو بيعطينا انديكيشن عن التحميل فقط عن الفورس. اما الاسترين هو العلاقه بينها بالديفورميشنز. له علاقه بالديفورميشن بشكل عام حتى قبل اليد بوينت ممكن نحسبه على مقدار الاسترين اللي بيحصل عندي اللي هو مقدار التشويه اللي بيحصل في الجزء بيعطينا انديكيشن عليه. يعني دائما احنا بالنسبه لشغلنا بالنسبه للماتيريالز نحدده بالسترينج صحيح لكن بالاساس علشان اقيسه انا راح اقيسه من خلال السترينج ديفورميشن او التشديد وهذا العلاقه بالموضوع الماتيماتيك شويه العلاقه بالازاحه اللي ممكن يحصل كثير يعني لما نضغط على جزء هيتغير موقع النقطه بالنسبه للجزء اللي كان على تنتقل تتحرك عملنا ديسبرسمنت ترانزليشن وبالتالي نروح نشوف الازاحه كم نحول الى Processing and fabrication factors. إذا هنا بننظر بالمانيفاكشرينج فورسز. طرق التصنيع اللي نحتاج انه نحول هذه الماتيريال الى الشكل النهائي لنمو المنتج اللي حددناه. وبالتالي هل بامكان انه انا احصل على الفورم النهائي للمنتج لما اختار هذه الماتيريال او بيكون عندي امر على خيار اخر بالنسبه للماتيريال. اذا شكل الماتيريال هيلعب بشكل اساسي في اختيار الماتيريال من خلال اي طرق التصنيع اللي هتكون مناسبه وهل هي موجوده لدي يعني موجوده متاحه عندنا في المصنع او لا او يتطلب مني ان انا اشيل خط انتاجي جديد. Ability to form or shape material falls under the processing and fabrication factors. اذا واحد اقصد البروسيسنج دائما انه كيف احنا ممكن نحصل على الشيب على الفاينل شيب او الفاينل فورمز اوف باي طريقه تصنيع. وبالتالي لما يكون عندك مجموعه من الماتيريالز لما نتكلم عن سيراميك ماتيريال مثلا نتكلم عن ميتالز موجود عندي خيارات عديده لما نتكلم عن طرق التصنيع المتوفره عندي هل عندي مثلا ماشيني فقط او عندي ميتال فورمينج بروسيس
وبالتالي كيف ممكن اتعامل مع السيراميك ماتيريالز؟ اذا انا حاسب السيراميك ماتيريالز اروح باتجاه الماتيريالز اللي تكون عندي متوفره في وقت تصنيعها. البريدكشن